قد أصدر قاضي الحدود والجنايات منذ قليل حكمه بإيقاف تنفيذ عقوبة السحر على أم سالم، نظراً لثبوت أدلة جديدة تفيد بأن الشعر الذي عثر عليه في أغراضها هو شعر مستخدم للزينة وليس للسحر. وهذا لا ينفي أن هذا الفعل أيضاً هو فعل محرم شرعاً بصحيح النصوص، فقد لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد شدد قاضي الحدود والجنايات على ضرورة حضور أم سالم هي وبعض النسوة الأخريات ممن غرر بهن الشيطان إلى بعض المحاضرات الدينية التي ستلقيها عليهن إحدى المعلمات الفاضلات ابتداء من صبيحة يوم الغد. وبس انتهى اليوم، هيا انصرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت انصرفوا.